السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع محسن عدس. النهاردة جايب لكم كارثة جديدة، أو هي مش جديدة، يعني كارثة من كوارث اللامؤاخذة، ألا وهي بنك الجلد. بنك الجلد ده إزاي؟ ده إن هما بيسلخوا جلود جثامين الشهداء الفلسطينيين. أنتوا متخيلين؟ بيبدأوا يستخدموا الجلود بتاع الشهداء الفلسطينيين ويبدأوا يستخدموها يعني في عمليات الترقيع والحاجات دي، طبعا بدون وجه حق. فيديوهات كتير شفتها برضو مسربة، وهم أخدين ناس يعني معتقلينهم بالليل ومغمينهم فعليا. ما تعرف شباب هم أخدينهم على فين أو بيعملوا فيهم إيه. آخر خبر كنت سمعته برضو النهاردة إن بيعدموهم بطريقة بشعة جدا، ان هم بيحطوا القنابل فعليا في بقهم وبيخلوها تضرب في بقهم، بيدوسوا عليهم بالدبابات. فطبعا يعني حاجات بشعة، ما اعرفش يعني ازاي الحاجات الدولية والقوانين الدولية والحاجات دي ساكتة عن الامور البشعة دي وبتتغافل عنها. المهم عشان ما نخرجش عن موضوعنا كتير، هقول لكم التقرير اللي انا شفته بصراحة. طبعا من 2014 ويعني كان ظهر كده فيديوهات بتتكلم عن الموضوع ده. أو يشبه 170 متر مربع. זה נחשב בנק גדול ביחס לעולם? זה הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם? מה אחוז התרומות ביחס לאנשים בישראל? כלומר, איזה אחוז? למה צוחק? כי זה שאלה מאוד מוזרה. אני לא יכולה להגיד לך, הוא כל כך קטן. אז שאלה לא מוזרה, תשובה מוזרה. תשובה מוזרה. לא, התשובה לא מוזרה. دابت السلطات اللامؤاخذة على سرقة الأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين، وهو ما كشف عنه عدد من التقارير، وذلك من خلال شهادات أطباء من عند اللامؤاخذة شاركوا في هذه الممارسات الإجرامية البشعة التي تخالف قواعد المهنة وتعد عملا ضد الإنسانية. وتمتلك اللامؤاخذة أكبر بنك جلود في العالم، وهو منشأة طبية تخزن الجلود البشرية لاستعمالها لاحقا في معالجة الحروق والسرطانات الجلدية. وجرى تشييد هذا البنك عام 1986 بإشراف قطاع الطب العسكري التابع لجيش اللامؤاخذة، الذي يقدم خدماته على مستوى دولي وبخاصة طلبات الدول الغربية. وفي المقابل يختلف هذا البنك بتاع اللامؤاخذة عن باقي البنوك حول العالم بأن مخزونه من هذه الأعضاء الحيوية لا يأتي من متبرعين طوعيين فقط. يعني المفروض في ناس والله بتتبرع بالجلود دي، مثلا يقول انا بعد ما اموت انا متبرع مثلا بجلدي، إيه والله حاجه للانسانيه عشان لو حد عايز عمليات تجميل مش عارف ايه، ففي واحد متطوع. بات سجلت عمليات سرقه جلود من جثث شهداء الفلسطينيين، وهم الذين تسرق اعضاؤهم ايضا. غريم شلم ات خيال مئات خشوف افعل لقخين ماخرين مني. אז עכשיו השאלה מי, ותדמיינו ממי לוקחים. בתקופות מסוימות לקחו מפלסטינאים, ואחר כך זה היה עולים חדשים, עובדים זרים. وهناك أدلة دامغة على متاجرة اللامؤاخذة بهذه الأعضاء المسروقة، إذ يعد هذا اللامؤاخذة أكبر سوق للأعضاء في الشرق الأوسط. يعني تخيل يا مؤمن، بيستحلوا الناس دي أحياء وأموات، بيستحلوا أرضهم برضو بطريقة مش طبيعية. يعني أنا واحد كنت أسان جاي عليكم عملوا فيك معروف، وتيجي أنت كمان أنت بعد كده بالسلامة، بقول لكم ما عطوش طريقكم توزعوا على على العالم زي ما أنتم شايفين، يعني زي ما تشوفوا الطريقة بقى. ما هو ده كلامهم وتفكيرهم، إذا كان أنتوا اللي كنتوا جايين أسان كده بأي منطق يعني. المهم، من أين بقى أتى اللامؤاخذة بهذا المخزون؟ يقول الخبير في الشؤون اللامؤاخذة أنس أبو عقوب إن بنك الجلد هو الأكبر في العالم، متفوقا على بنك الجلد الأمريكي الذي أنشئ قبله بأربعين عاما، مع الإشارة إلى أن عدد سكان اللامؤاخذة أقل بكثير من سكان الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد أبو عقوب أن سرقة أعضاء من جثامين فلسطينية ليست مجرد شكوك، يعني كمان ما فيش فيها شك، قائلا حتى الإعلام اللامؤاخذة يقر بأنها عملية انتزاع من دون معرفة ذوي الشهداء. يعني يا مؤمن، المفروض أساسا في أي حاجة طبيعية
بالنسبه للانسانيه اي حد والله عايزين ياخدوا من يعني من شخص حاجه او كده بيعرفه اهله، او هو بيكون قايل لاهله والله انا بتبرع بكذا، لا ده هم دول مستحلين اي حاجه. واحتياطي دوله اللا مؤاخذه لا ما ينفعش تقال عليها دوله اساسا من الجلد البشري، ويعادل كام بقى 170 متر، 170 متر مربع المحفوظ داخل البنك. يؤكد رواية أبو عقوب إذ أن الرقم لا يعتبر منطقيا نظرا إلى أن اللامؤاخذة تحتل المرتبة الثالثة في رفض سكانها التبرع بالأعضاء، وهذا مرده إلى معتقدات دينية يهودية. يعني 170 متر مربع دول بقى شوف بقى جايين إزاي، أنت متخيل؟ هم عندهم في المعتقدات اليهودية عندهم إن هو ما ينفعش إن أنا أتبرع بحاجة من جسمي، يبقى ال 170 متر مربع جايين منين؟ هنيجي هنا للنقطة التانية برضو من ضمن الأسباب، يقول لك تسليم جثث الفلسطينيين لذويهم بلا أعضاء. بيودوا الجثث من غير أعضاء، ممكن يكون متاخد منه كلية، متاخد منه كبد، متاخد منه مش عارف إيه، أيا كان. وتعود تفاصيل القصة إلى عام 2001، حيث نشر الصحفي السويدي المختص في التحقيقات دونالد بوستروم تحقيقا كشف فيه سرقة الأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين والإتجار بها من قبل جهة إيه لا مؤاخذة. وكانت هذه أول مرة يجرى فيها كشف هذه الجريمة للرأي العام الدولي. ولم يقف عامل بوستروم عند هذا الحد، بل نشر تحقيقا آخر عن الموضوع نفسه عام 2009 في صفحات مجلة أفتم بلاديت السويدية. ويذكر التحقيق يذكر التحقيق أن وزارة الصحة اللامؤاخذة أطلقت حملة قومية للتشجيع على التبرع بالأعضاء عام 1992، لكن مع ذلك ظلت الفجوة واسعة بين الطلب والمعروض من تبرعات. وتزامنا مع تلك الحملة بدأت حالات اختفاء عدد من الشباب الفلسطيني ليعودوا بعدها في نعوش مغلقة، وتفرض السلطات اللامؤاخذة على أهاليهم دفنهم في الليل من دون جنائز. وخلي بالك من دي، دفن بالليل عشان لا يعرفوا يشوفوا تفاصيل الجثة دي ايه ولا ايه اللي اتاخد منها، وبيكونوا باعتين معاهم حد يعني او مجموعة من الجيش بتاعهم، تمام. ويقول بستروم كنت في المنطقة في ذلك الوقت وفي مناسبات عدة، واتصل بي موظف الأمم المتحدة قلقين بشأن التطورات. قال الأشخاص الذين اتصلوا بي أن سرقة الأعضاء حدثت بالتأكيد، ولكن جرى منعهم من فعل أي شيء حيال ذلك. يعني كمان ما قدروش إن هم يوقفوا الموضوع ده، لا هي عافية. وكانت هذه الاتصالات دافعا للصحافي للنبش أكثر في القضية، فذهب إلى محاورة عوائل أولئك الشهداء الذين أكدوا سرقة أعضاء أبنائهم قبل قتلهم، من بينهم ابن عائلة الشهيد بلال أحمد غدنان الذي كان يبلغ 19 عاما حين اعتقله جيش اللامؤاخذة في قرية أم التين في الضفة الغربية عام 1992، ليعود بعدها جثة بلا أعضاء داخلية مخاطة من العنق حتى أسفل البطن، متخيطة من هنا لغاية تحت. ولم تنفي السلطات الطبية الإسرائيلية ما تعرضت له جثة بلال من تنكيل وسرقة لأعضائها. وقال مدير معهد الطب الشرعي اللامؤاخذة وقتها تشين كوغل إن عائلة بلال يمكن أن تكون على حق، لأنهم أخذوا كل ما أمكن أخذه من الجثث التي جاءت إلى معهد الطب الشرعي، وذلك من دون موافقة الأسرة، ولم تتلقى عائلته أي تفسير أو اعتذار أو أي تعويض عما حصل. اعترافات اللامؤاخذة بسرقة الأعضاء من الفلسطينيين. في فيلم وثائقي عن القضية عام 2009 ثمت اعترافات للمدير السابق لمعهد الطب الشرعي لامؤاخذة يهودا هيس، يؤكد فيها سرقتهم أعضاء الشهداء في المعهد. وقال هيس: لقد أخذنا القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام من جثث الشهداء الفلسطينيين، كل ما جرى القيام به كان غير رسمي إلى حد كبير ولم يطلب إذن من الأسر. وفي دراسته عن التعامل مع أجساد الفلسطينيين في مركز أبو كبير للطب الشرعي في لا مؤاخذة، والتي نشرتها في كتاب بعنوان على جثثهم، قالت الباحثة الأنثروبولوجية منيرة فايز أنها شاهدت أثناء وجودها في المعهد كيف يأخذون أعضاء من جسد الفلسطينيين، وفي المقابل
يتركون جثث الجنود سليمة ما بيلمسوهاش. وأضافت الباحثة أنهم يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب بشكل يجعل غياب تلك الأعضاء لا يلاحظه غير المتخصصين. يعني لو أنت مش دكتور أو ما عندكش علم بالموضوع ده مش تاخد بالك من الحاجات دي. إذ يعوضون القرنيات بأجسام بلاستيكية ينزعون الجلد من الخلف كي لا تراه الأسرة أو اللي هي أسرة الشهيد يعني. إضافة إلى ذلك يجري استخدام جثث الشهداء في كليات الطب في الجامعة اللامؤاخذة لأغراض بحثية. أنت متخيل يا مؤمن؟ وقالت فيس في الانتفاضة الأولى سمح الجيش فعليا للمعهد باستخراج أعضاء من الفلسطينيين بموجب إجراء عسكري يتطلب تشريح جثث الأسرى الفلسطينيين، ورافق إجراء التشريح إزالة الأعضاء التي استخدمها بنك الجلد اللامؤاخذة الذي أنشئ في عام 1985 لعلاج الحروق التي يصاب بها الجنود الإسرائيليين. حتى الجنود ما سلمتش من سرقتهم، سرقوا كل حاجة. يتاجرون بأعضاء الشهداء الفلسطينيين، يعني غير إن هم بيعملوا بها الجراحات بتاعت الجنود، لا ده بيبيعوها بقى ويتاجروا كمان. أي حاجة تجيب فلوس. تعد لمؤاخذة أكبر أسواق الإتجار في الأعضاء البشرية في العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وكشفت تقارير إعلامية عن أن الدولة اللامؤاخذة متورطة في قتل الفلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير قانوني والمتاجرة بها ضمن شبكة دولية غير قانونية. وعام 2009 ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI القبض على مستوطن من اللامؤاخذة يدعى ليفي إسحاق روزنباوم. اتضح بعد التحقيق معه أنه يؤدي دور السمسار في عمليات بيع الأعضاء في الولايات المتحدة لمصلحة خلية إجرامية يديرها حاكمات وسياسيون وموظفون حكوميون في اللامؤاخذة. ويرجح الصحفي دونالد بوستروم في تحقيقه المذكور ارتباط هذه الشبكة بعمليات سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين التي تجرى في اللامؤاخذة. وقال بوستروم إن نصف القلة المزروعة للامؤاخذة منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جرى شراؤها بشكل غير قانوني ولدى السلطات الصحية في اللامؤاخذة المعرفة الكاملة بهذا العمل لكنها لا تفعل شيئا لوقفه. عارفين كل حاجة وعادي وساكتين وبيتعاملوا عادي، أصلهم مش بني آدمين زي ما بيقولوا، احنا بنتعامل مع حيوانات، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي تقرير نشرت صحيفة هارتس بتاعت اللامؤاخذة عام 2016 اعترفت اللامؤاخذة بأنها فقدت العشرات من جثث الشهداء الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة تصريحات لمصادر في الجهازين القضائي والأمني بتاع اللامؤاخذة عن فقدان 121 جثة لشهداء تحتفظون سلطات الاحتلال منذ التسعينات. وإلى الآن تستمر سرقة الأعضاء. وعقب انفجار فضيحة سرقة الأعضاء عام 2009 خرجت الحكومة اللامؤاخذة من أجل التملص من التهم الثابتة ضدها، وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الصحة اللامؤاخذة وقتها إناف شمرون قالت فيه إن الممارسة التي تحدث عنها التحقيق هي قصة قديمة انتهت منذ سنوات. طبعا كله كذب، على طول بيكذبوا. ولا تزال الشكوك قائمة حول استمرار هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تنتهك حقوق الإنسان، ويؤكدها استمرار سلطات الجهاد العشرات من جثث الشهداء الفلسطينيين لديها مبررة ذلك بكونه إجراء عقابيا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبحسب رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة فإن اللامؤاخذة ما زالت تحتجز أكثر من 370 جثمانا لشهداء فلسطينيين وعرب استشهدوا في ظروف مختلفة وسنوات متباعدة، مضيفا إن لأحد هؤلاء الشهداء المحتجزين تضم أشخاص استشهدوا من السبعينيات إلى حدود عام 2023. متخيلين؟ ولم يكتفي الكيان بسرقة الأراضي الفلسطينية بل وضع خطة مسبقة لتأسيس أكبر بنك جلود في العالم ونجح في ذلك على حساب الفلسطينيين بطرق غير شرعية كعادته. وكان من بنود خطته سرقة أكبر كمية ممكنة من الأنسجة والجلود والأعضاء البشرية من أجساد الشعب الفلسطيني، وهذا مخالف لقانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية في العالم. فمن البنود الأساسية لنزع الأعضاء من الأجساد البشرية التأكد من وفاة الشخص أولا، ثم الحصول على موافقة خطية من عائلته، وفي حال عدم الموافقة لا يسمح بإزالة أي عضو ولا لأي سبب كان. وفي حالة معرفة عدم هوية المتوفي وعدم التوصل إلى أحد من عائلته يمنع أيضا انتزاع أعضائه. أنتم متخيلين يا جماعة
يعني المفروض ان خلاص ما دام عيلته ما وافقتش، او هو حتى بيقول له هو ما ينفعش ان هم يعني ده حقوق القانون الدولي اللي ده اللي بينص القانون الدولي، هم فعليا ما بيعملوش اي حاجه من الكلام ده. حاجه بصراحه بقت كلها افتراءات، وللاسف يتغافل العالم والقانون الدولي وحقوق الانسان عن كل هذه الامور، او يتعامى مش عارف اسميه ايه. يا ريت بس تشيروا الفيديو على اعلى نطاق، انا عارف ان ممكن في ناس تكون عندها علم بالموضوع ده بس في ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، حاولوا تشيروه على قد ما تقدروا. ويا ريت ما تنسوش الدعاء لاهلنا طبعا قبل اي شيء، ربنا يا رب ينصرهم اللهم امين، وما تنسوش ايضا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. ولو انت معايا لغايه دلوقتي ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.